يا بهاء، احنا بقالنا شهرين ماشيين في الغابة وما وصلناش لأي حاجة. بقولك ايه، انا هلف وارجع. تلف وترجع ايه بس؟ احنا خلاص قربنا نوصل. فوق التبة دي بيت المعلم نور اللي هيساعدنا نحقق حلمنا ونتعلم الفنون القتالية. يا عم انا ما عادش فيها حلم، هتعلم بلياردو حتى. هانت هانت يا علاء، خلاص قربنا نوصل. اهو البيت، اهو بيت المعلم نور. وايه الصوت ده؟ لا ده انا بعمله بقي. اخيرا اخيرا هنحقق حلمنا. شوف، رغم انه راجل كبير في السن الا ان صحته زي البمب. اكيد يعني في مشاكل في الصدر، يعني عشان كبر الصدر، قصدي كبر السن. بس انا بتكلم عن قوته الجسمانيه ولياقته البدنيه. يا عم انا ماشي، استنى بس. من أنتم؟ سلام عليك يا معلم نور. هو اللي بيقلب بقه. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة يا أمي. أنا بهاء وده علاء صاحبي. لقد أتينا لنستفيد من علمك ومن حكمتك. لقد اعتزلت التدريب وسفك الدماء. بالله عليك يا معلم نور. لا خلاص بقى، ده احنا جايين من آخر الدنيا. أنا بيعت أمي صيغتها والله. هل أنتم جاهزون للمرحلة الأولى؟ نعم جاهزون. على بركة الله. نعم على بركة الله. يا أخي بقى. مبتنى بلهيبي. أنا مش فاهم ده علاقته بالفنون القتالية. أنا ده هو ده أساس الفنون القتالية. انت ما شفتش فيلم كاراتيه كيد ولا ايه؟ لا ولا انا. بس هي بتبدا كده، علق الجاكيت ده 100 مره، اطلع السلم وانزله، نظف الحمام، اشحن لي كارت ب10. بص بص العضله، بص بهاء معلمي. عاش يا بهاء. حول ولا قوه الا بالله. انت مش ملاحظ حاجه غريبه في البيت ده؟ الالوان حلوه شويه. لا هو شكله من بره صيني ومن جوه ملبيني. لبيني مش مهم، لازم انجح لازم انجح لازم انجح لازم انجح لازم انجح. يا بهاء. يا بهاء احنا بقالنا هنا اكتر من سنة ما تعلمناش فيها اي حاجة. ازاي؟ انت اتعلمت الحكمة والصبر وحسب الصابون والرزانة. صبر ورزانة ايه بس يا بهاء؟ يا بهاء انا الحاجه الوحيده اللي اتعلمتها من الصابون ده اقوى مرتين على الدهون. يبقى اتعلمت حاجه جديده. ولازمتها ايه؟ وانت اصلا بتتكلم كده ليه يا بهاء؟ ما هي دي الرزانه يا بهاء. بهاء ادي النيل الصوت على معلمي. عاش يا بهاء. شكرا يا معلمي. لازم انجح لازم انجح لازم انجح لازم انجح. بهاء. نعم يا معلمي. أين الفحم المشتعل يا بهاء؟ أيوة جاي. أوامرك يا سيد المعلمين. لا مؤاخذة يا معلمي، ألا ننتقل للمرحلة الثانية من التدريب؟ عندما تصبحون جاهزون. أين علاء؟ علاء في المجمع التعليمي، يحضر القيد العائلي الذي طلبته منه. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا كنت متأكد إن أنت راجل نصاب أصلاً. ماذا؟ ما هذا الهراء الذي تقوله؟ بس يلا، أنا لسه جاي من المجمع دلوقتي وعرفت إن الراجل ده أصلاً مصري مش صيني. لا. مدرس لغة عربية في المدرسة الإبراهيمية سنة 86، صح؟ لا. ومعاشك 1750 جنيه، صح؟ كفى 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 كفى. يا ابني أنا قايل لك إن الراجل ده أصلاً مصري مش صيني. أصحيح؟ أنت لست من الصين؟ نعم، لست من الصين. شفت؟ أنا من اليابان. شفت؟ يا ابني،
الراجل ده ولا خلانا نكسر طوبة ولا خلانا نخطف حاجة حتى من ايديه ولا خلانا نعمل اي حاجة، حتى يا سيدي البوكسات اللي احنا بينا نضربها ما بتطلعش صوت يا بهاء. اهي لا بتطلع اهي. انت اللي بتعمل الصوت ده، ده بقك. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية، جرب تاني. تصدق صح؟ انا مش هقضي حياتي في خدمة البيوت يا بهاء. انتظر استنى نجيب حاجتنا الاول. يا خسارة سنين عمرنا اللي ضاع. قعدت اقول لك اكتر من مره بهاء ان الراجل ده نصاب وانت ما صدقتنيش. يلا ادينا خدنا حقنا مقشاه، ده حتى دقنك خفت وانت الجرح اللي في وشك كمان خف. اكيد دي كانت لعنة الراجل ده. ابيض من اللي معاك انت وهو. ايه يا رجاله في ايه؟ استهدوا بالله. ولا انجز يلا وطلع اللي معاك. يا عم مش هطلع حاجه يا عم، واخرك هاته. ابوس ايدك والنبي والنبي والنبي. يا عم اثبت بقى. ما تصورش والنبي. اثبت يا بهاء يا عم. انت يعني الدخر اللي فيهم؟ طب قول على نفسك بقى رحمن يا رحيم يا رحمة. يا عم يا رحمن يا رحيم. لا 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 أنتم الآن جاهزون للمرحلة الثانية. يا سلام على حكمتك يا معلمي. دهاء. وهل سنبدأ من هنا؟ لا. أمال فين؟ في أرض اللواء. لا ده أنت مستفز أوي. مستفز أكتر مني. أنت مستفز أكتر مني. زي عصفورة ربيع زي النسيم.